تعذيب وإساءة معاملة وظروف غير ملائمة، ماذا يجري في قاعدة سيدي تيمان الإسرائيلية بحق الفلسطينيين؟ تواجه إسرائيل تحديات داخلية كما الخارجية، وربما أخطرها خلال الأيام الأخيرة ما سرب من أخبار ومعلومات عما يجري في قاعدة سيدي تيمان العسكرية. الأسبوع الماضي شهدت القاعدة العسكرية محاولة اقتحام من قبل أهالي ومتضامنين مع 9 جنود ينتمون إلى وحدة القوة 100 بعد اعتقالهم بتهمة الاعتداء الجنسي على أحد المعتقلين أثناء نقله إلى سيدي تيمان قبل شهر تقريبا. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن الجنود ارتكبوا جرائم خطيرة تتعلق بالجنس الشرجي بحق المعتقل. سيدي تيمان قاعدة عسكرية في مدينة بئر السبع. بعد عمليات 7 أكتوبر حولت إسرائيل جزءا منها إلى مركز احتجاز أولي لمن تلقي القبض عليهم، ولكن بسبب عدد الأسرى الكبير من الفلسطينيين واكتظاظ السجون الإسرائيلية ظل المعتقلون محتجزين في سيدي تيمان لفترات أطول. كلبشات من إيدينا من رجلينا طلقوا علينا الكلاب. في مايو الماضي نشرت شبكة CNN الأمريكية تقريرا كشفت فيه انتهاكات بحق المعتقلين وفقا لشهادة كاشف تجاوزات ومعتقلين سابقين. الانتهاكات بحق المعتقلين كانت في الاستخدام المفرط لتقييد الحركة الجسدية وبتر الأطراف بسبب تكبيل أيدي المحتجزين لفترة مطولة والضرب وإهمال المشاكل الطبية والعقوبات التعسفية والمعاملة المهينة مثل الحرمان من استخدام المرحاض، ضرب، تعذيب، تعنيف، تطفية سجاير. في أعقاب تقرير الشبكة الأمريكية أعلنت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية في 27 مايو الماضي أن مكتبها فتح 70 تحقيقا في الانتهاكات الجنائية بما في ذلك الانتهاكات والتعذيب في سيدي تيمان، و35 حادثة وفاة فيها معتقلون فلسطينيون في السجون الإسرائيلية. صحيفة تايمز أوف إسرائيل أفادت أن المدعين العامين في إسرائيل كشفوا وثائقهم عن تفاصيل حوادث ضرب محددة على يد حراس القاعدة العسكرية كاستخدام الهراوات وفوهات البنادق، بالإضافة إلى إذلال المعتقلين إذا لم يمتثلوا لمطالب لإهانة أنفسهم. التقرير الذي نشرته الشبكة الأمريكية كان سبباً في تقديم منظمات حقوق إنسان إسرائيلية التماساً إلى محكمة العدل العليا لإصدار أمر للحكومة بإغلاق سيدي تيمان، حتى أنهم وصفوه بأنه ثقب أسود خارج عن القانون، وهو ما لم يحدث إلى الآن. فهل تتعمد إسرائيل على استمرار القاعدة العسكرية كأداة للقمع بحق الفلسطينيين؟